ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا أسلم. وزيتون. قال تعالى، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما قال وغساقا. تعالى: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. واصل. ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين حسبك. قال ثم تعالى، قال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. عندي خطأ؟ إيه؟ لا، ما في عادة. ركز يا شيخ. نعيد مرة أخرى، آخر مرة، انتبه. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. في خطأ؟ لا 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 ما في خطأ ما في ما في خطأ. خطأ. طيب واصل. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر حسبك إن حسبك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولى لك فأولى، أي سورة؟ سورة القيامة قولا سورة القيامة واحدا، ها قولا واحدا. يقول واحد عسى ربه إن طلقكن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أن إن يبدل أن يبدل طلقكن أي عسى ربه إن طلقكن أن إن يبدلهن أزواجا خيرا. طلقكن شيخ فهد، إن طلقكن. إن طلقكن لا، إن إن طلق طل إن طلقكن إن طلقكن إن طلق طلق طلقكن كن. إن طلقكن أن يبدله لا 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 لا، سكون، أنت تضع سكون على القاف. فتحة فتحة. إن طلق إن طلق إن طلق كن إن طلق كن. إن طلقكن أن لا يبدله لا، أنت حافظها مرة بالسكون، ما في مرة لا تريد أنك تغيرها. شيخ ركز. إن طلق إن طلق كن. إن طلق إن طلق إن طلق إن طلقهن أن لا يبدله لا 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 شيخ، كنا هذا القسم الثاني بالكلمة، قسم الكلمة قسمين. إن طلق كنا، طلق كنا، طلق كنا، طلق كنا. طلق كن إن طلق كن إن يلا طلق اختصر. كن إن طلق كن أن لا يبدله لا تزيد المد، لا تزيد الفتحة، تحط مد. إن طلق كنا. إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات عابدات. لا سائحات لا، وثيبات وأبكارا. مسلمات مؤمنات قانتات. أيوة. تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. حسبك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولون لئن رجعنا، أي سورة؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة سورة المنافقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ سورة الصف. أكمل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر حسبك. لكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أيديهم ولا أيديهم؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم أيوه، يبسطوا أيديهم بالسوء وودوا لو يبسطوا تكفرون إليكم. إليكم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن حسبك. قال تنفعوا تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين حسبك كتب يا شيخ، الله واصل اقرأ، كمل الآية، اف انتهى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز يا لا شيخ فهد، تجد الله يفتح عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاك الله خير على هذه التلاوة الرائعة، تلاوة طيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يا شيخ فهد، كم تعطي نفسك؟ نخيرك، يا تاخذ 70 أو 80 أو 90. ها يا شيخ فهد، كم؟ ما ادري لا لازم تختار، ولا 80 تقول غير ذا، ولا تقول غير ذلك، يا 70 أو 80 أو 90، أو تقول غير ذلك. غير ذلك أجل يا شيخ، ها اخلص يا شيخ عشان نسمع الشباب. 85؟ لا اختر غير ذلك احسن، خليك على غير ذلك. طيب جزاك الله خير يا شيخ فهد. يلا يا اخوان، من اللي عنده اختبار؟ يلا شباب، ترى لازم الجميع يختبر، اللي ما اختبر. ريان يا أستاذ ريان يلا ريان، وش عندك يا شيخ؟ من وين الى وين؟ جزئين الأولى جزء عمو وجزء تبارك طيب يلا بسم الله، اقرا معي يا شيخ. معك بالله. قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا قال تعالى: وعملوا أعوذ بالله من الصالحات الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أسبق. طيب يصلونها يوم مرة أخرى، سورة ثانية: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في أسبق. وجوههم نظرة قال النعيم تعالى: وإذا السماء كشطت. أي سورة؟ التكوير تكوين المرسلات.
لا التكبير قولا واحدا. التكبير التكبير ثبت على واللي في التكبير. المرسلات طيب؟ هذا سؤال عن سؤال يعني، يلا ها جيب لي في المرسلات عشان نحسب لك السؤال. السؤال الثاني ها، وإذا السماء يلا يا شيخ خلاص طيب سلمنا، عطنا اللي في التكوير وكمل. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، طيب قال فلا تعالى أعوذ أقول. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل قال أقتت. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، في أي سورة؟ المزمل. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني لا أملك لكم ضرا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا حسبك بلاغا. حسبك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم وعلى رجائنا قائمون. نعم نعم يا أستاذ. والملك على أرجائها. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ولقد كذب ثمانية. الذين من قبلهم، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أحسنت حسبك. يلا بسم الله. شكرا يا شيخ، الشيخ ريان، شكرا شكرا على التلاوة الرائعة والأداء الجميل. يعني الدرجة 75 ولا 78 يا شيخ؟ اللي يحب قلبك آه ولا غير ذلك؟ يعني، أنا أشوف أنه غير ذلك. غير ذلك. طيب يلا خلاص ابشر، غير ذلك غير ذلك. 78 كان زينة يا شيخ ريان. طيب يلا خلاص جزاك الله خير. طيب يلا يا اخوان، من عنده اختبار ايضا؟ يا سادي، نعم أنا لا انتهيت أرفع تقرير، ليش أكتب في التقرير؟ نكتب اختبار والدرجة خلها صغر لما ترصدون الدرجات. ان شاء الله. أبشر أبشر، يعطيك يلا العافية. حلو هلا شيخ. يلا يا شيخ، من اللي عنده اختبار يا اخوان؟ زياد، زياد يحيى، إيه بختبر هسه من وين لوين يا شيخ؟ جزء عمو والتبارك. طيب زياد ذكرني باسمك. زياد يحيى الزبيدي. زياد يحيى الزبيدي، ايه من الناس الى تبارك. إلى تبارك. يلا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم من أهلكني الله، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، أو رحمنا لي فمن يجير الكافرين؟ أيوه فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. حسبك حسبك. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لولا أن تداركه نعمة من ربه.
لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يصبر قال تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يصبر وإنه قال تعالى: كلا إنها لظى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فجمع إيه؟ سأصليه سقر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر نزاعة لا وما ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى لواحة للبشر. إيه لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب عليها 19 أو 19؟ عليها 19. أحسنت. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل لباسا، في أي صورة؟ جعلنا النهار ثاني والله يا شيخ. الليل لا ركز. العمى أحسنت. النبأ. قال تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي صورة؟ الانفطار ولا المطففين؟ ايش الآية؟ الانفطار أو المطففين؟ الآية الآية ثم إنهم لصالوا الجحيم. مطفين التي لم يخلق مثلها في البلاد. البلد آخر كلام. البلد يا رجل. أيوه خلاص. طيب لا الفجر. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها الشمس ناصية كاذبة خاطئة. واصل. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. أحسنت. شكرا يا شيخ، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. أحسنت يا شيخ يحيى. درجة 80 يا شيخ أو 81؟ وين يحيى؟ هلا هلا يا شيخ زياد، 80 أو 81؟ بخو الأعلام ما أنكر أعلى أكثر؟ لا يا شيخ طماع أنت يا شيخ، ما تحب نفسك مرة يا شيخ زياد. طيب يلا تستاهل يا شيخ، تستاهل، الله يفتح عليك ويوفقك. يلا ارفع تقريرك. ابشر احط اختبار كله صفر. اكتب اختبار حط صفر. يلا امشي عشان تسجل بس حضور. طيب يلا يلا الان يا اخوان، من اللي باقي عنده اختبار؟ يلا عشان نبدا بالتسميع للشباب. حد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الشيخ اسعد اختبار؟ بسم الله. يلا استعنا بالله. موضع الاختبار من الناس الى أو من الفاتحة؟ من الفاتحة. طيب أسعد، اسم الوالد؟ أسعد رئيس العابدين الندوي. رئيس العابدين الندوي. طيب الحسين الندوي يا الشيخ العالم قريب منكم أو شيء؟ لا، هذه الندوي نسبة إلى جامعة ندوة العلماء، في جامعة في الهند اسمها ندوة العلماء في الهند. العالم الندوي. ايوه هو متخرج، هو متخرج منها فأخذ اللقب، وجدي متخرج منها وأخذ اللقب، وإلا هو لقبه الشيخ أبو الحسن الندوي، لقبه الحسني نسبة إلى الحسن بن علي. تعرف كتابه في السيرة؟ تعرف كتابه؟ أي نعم. ما اسمه؟ رحيق المختوم. الرحيق المختوم. أحسنت. بس هذا ترى السؤال ليس في الاختبار. نعم.
هذه من طيب باب قال زيادة المعلومة والتصديق. يا جزاك الله خير. الفاتحة إلى أنا واصل إلى الأحزاب الفاتحة لكن إلى الأحزاب. طيب خلاص الله يسر. يلا خليك بس استعجل معنا يا شيخ في الأجوبة. زين يا شيخ عشان تأخرنا على الشباب. يلا استعنا بالله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. واضح؟ الآية اللي بعدها اقرأها. يلا شيخ استعجل. الا يكون الناس عليكم حجة الا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشون ولاتم نعمتي عليكم. لا كما ارسلنا فيكم. لحظه بس شيخ اسعد، لازم تفهم طريقه الاختبار. انا اذا قلت لك الايه اللي بعدها لا تقرا الايه. فهمت علي؟ كما انا لو قلت لك اقراها كان قلت لك تفضل واصل وانتظرتك لين توصل الايه الثانيه، لكن ابيك على طول تقرا الايه الثانيه. طيب نمشي هذا السؤال، ما له بلك ولا عليك، خلاص خلينا. هذه الطريقه اللي من حفظه قوي جدا، اما انا حفظي الله المستعان. لا 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 لا، كل الشباب اللي في الحلقه هذه حلقه اطفال ان شاء الله، كلهم متميزين في الحفظ ان شاء الله. طيب إن شاء الله. قال تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. الايه اللي بعدها، الايه اللي بعدها في البقره ولا ال عمران؟ احسنت، سؤال جميل. في البقره. يلا يا شيخ، يلا يلا شد حيلك، الله يحفظك. ومن الناس من يتخذ من دون الله يعني. أحسنت. طيب طيب يلا، هذه الآية طبعا اللي بعدها مباشرة، كنا نبغى الآية اللي بعدها وبهذه اللي بعدها. طيب قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. تفضل. إن أكمل. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم بالإثم. تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حسبك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجب فقط باسم الصورة. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. يلا الشيخ استعجل. الأنعام. قالت هذه سورة الرعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الصورة سورة الحج. لا. قال تعالى: قالت أنى يكون لي غلام. سورة مريم. آل عمران. آه يا شيخ،
ثبت علي عمران آخر كلام. مريم مريم نعم مريم مريم نعم مريم مريم قالت أن يكون لي غلام مريم. نعم أحسنت. طيب قال تعالى آخر 5 أسئلة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قول تعالى نعم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أكمل ولا الصورة؟ حط الصورة وأكمل. الأحزاب النور 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 أحسنت أكمل. طيب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا لا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. لا 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 كانوا يعملون. لا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والله يعلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع هذه اللفظ صحيح؟ وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ونخل كتجويد فيها فيها ملاحظات. لا 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 أنا الآن أقرأها كسؤال. وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ومقام كريم. ما في يعني وزروع ونخل طلعها هضيم غير موجودة. وزروع أظن بعدها بكم آية فيه. نعم قصة وين فيه؟ في قصة هود عليه السلام. أي سورة؟ طيب سورة المؤمنون. لا آخر سؤال يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا غشيهم موج كالظلل. أكمل. أعطينا اسم الصورة. الشعراء. طيب شوف الشيخ أسعد، ودي انك بس الله يحفظك يعني تبدا من اليوم تشتغل على برنامج اتقان يا شيخ. الشباب شيخ اسعد معنا الطلاب بدوا من البدايه ما بنوا على حفظهم السابق، وهذا اللي قلت لك ترى قبل فتره دخلت انت معي فتره ثم ما استمريت، قلت لك يا شيخ ابدا من البدايه وكل مقطع جديد وجه جديد اسمعه مرتين بعدين كرره. نعم. أقل شيء أقل شيء 10 إلى 15، من 10 إلى 15 كأقل شيء، ثم بعدها انتقل للوجه الثاني الخامس، ثم بعدها يا أخوي أسعد تسكر المصحف وتسمع على نفسك من 1 إلى 5 من الوجه الأول إلى الخامس بدون ولا خطأ. إذا وجدت خطأ تفتح المصحف تلاحظ الخطأ ثم تتجاوزه ثم تعيد الوجه من البداية عشان ما تخطئ فيه، ثم تسمع على نفسك مرة بدون ولا خطأ تأكد أنك ما عندك ولا خطأ، بعدها تسمع عندي، وكل يوم بهذه الطريقة إلى أن يصل معك 20 وجه معك. بعدها يا أخوي أسعد تطلع عندك مراجعة يوميا، جزء يوميا نفس الخطة اللي مكتوب عندك، جزء يوميا مراجعة وخمسة أوجه تحفظها بهذه الطريقة. فأنا أقترح عليك كاقتراح أنك تعيد الحفظ من البقرة من البداية. طيب تمام إن شاء الله.
ويعني ما عليه يعني من سار على الدرب وصل. الواحد هو هذا هذا في تقوية الحفظ. إيه ما عليه هذا الصح، إذا هدف تقوية الحفظ لابد أنك كل وجه قبل ما تسمعه تكرره أقل شيء أو شيء تسمعه مرتين، ثم تكرره 10 مرات، ثم تسمع على نفسك مرتين تتأكد أن ما عندك ولا خطأ، ثم تنتقل للوجه الذي يليه الثاني الثالث. راح يأخذ منك الحفظ يومياً ساعة، يومياً ساعة كاملة للحفظ، لكن تعيش من الثمرة. شوف الثمرة بعد إن شاء الله تعالى الله أحيانا بعد يعني بإذن الله بعد 4 أشهر 5 أشهر إذا ختمت ستجد الثمرة طيبة جيدة شيخ. طيب ليش ما أبدأ من ال، لأن أنا ملاحظ حفظي البقرة والعنوان والنساء يعني شبه قوي، لكن لا ما بعده مو قوي. لا لا أسعد شيخ أسعد أنا أعطيك يا شيخ على اللي أنت، لا يا شيخ مو قوي حفظك البقرة والعنوان، لا مش صحيح، لا لا تكوني قوي. الحفظ القوي شوف يا شيخ حفظ قوي، أنا بعطيك مثال على حفظ قوي مثلا. تعال معي يا شيخ حذيفة، يا حذيفة حذيفة معنا؟ اي معك. تعال معي يا شيخ اسمعني شيخ حذيفة، قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خلاص الآية اللي بعدها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية اللي بعدها بعد آيتين استه ايه احنا استه بعد آيتين يكاد البرق يخطف أبصاره. أحسنت. وإذ قال ربك للملائكة، شفت يا شيخ هذه الآية هذا الوجه إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة حذيفة إيه؟ نعم. آخر آية في هذا الوجه، آخر آية فتلقى آدم من ربه كلمات سبع. أحسن. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، شفت هذا الوجه إيه؟ الوجه اللي بعده مقابل له، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، الوجه اللي بعده بس. إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، الوجه المقابل. إن الذين آمنوا والذين هادوا. ما شاء الله. شيخ أسعد بإذن الله عز وجل أمني إن شاء الله أن أجد الحفظ بهذه القوة يا شيخ. آمين يا رب. إن شاء الله بإذن الله. وما شاء الله تبارك الرحمن على الشيخ حذيفة، يعني الشيخ حذيفة حقيقة صاحب همة عالية الأمانة في أنه واصل وكافح. وأنت يا شيخ أسعد الأمانة لا أقولها لك يعني باعتبار لك الآن تختبر أو كذا أو أنك ستبدأ خطة فأرفع همتك، لكن والله هذه حقيقة يعني أنت صاحب همة عالية ومن المواصلين في الحلقة. يعني أنا كنت عند الشيخ ناصر العمار صح ولا لا؟ لا أنا كنت عند الشيخ المعتصم بالله. المعتصم بالله بركات، ثم بعدها انتقلت للشيخ رحمن الشيخ. نعم. إيه يعني ما شاء الله اسمك يعني ما أكاد أجد لك غياب ما شاء الله تبارك الرحمن حقيقة، فهذا شيء يذكر فيشكر. ولكن بس اللهم أننا نحتاج أننا يعني أننا ما دمنا نواصل نمشي على المنهجية السليمة اللي توصلنا للهدف اللي نسمو إليه بإذن الله. جيد، استعن بالله وعد الحفظ من البداية من غدا يا شيخ، استعن بالله. كل مقطع مثل ما ذكرت لك تسمع الوجه مرتين استماعا من قارئ مجود، ثم تكرره 10 مرات، ثم تسمعه على نفسك مرتين. إذا انتهيت من هذا الوجه بهذه الطريقة تنتقل الوجه الذي يليه، ثم الوجه الذي يليه إلى أن تصل الوجه الخامس. إذا انتهيت من الوجه الخامس وسمعت على نفسك تغلق المصحف وتسمع من 1 إلى 5 بدون ولا خطأ، يسمى الربط. وتكرر وأنت تكرر تتنبه تصور الأوجه، لازم تنظر إلى الوجه، مو بتكرر تقول أنا حافظ خلاص بكرر بيني وبين نفسي، لا لازم تنظر إلى الوجه. هذا يسمونه التصوير. التصوير هذا يعين على إتقان الحفظ. أنا عن مشي أقول للشيخ حذيفة يلا الآية الأولى في الوجه آخر آية، إذا كان هو ما صور الوجه تصوير ذهني ما يقدر يجيب. نعم واضح. التصوير هذا مهم، تعرف هذه الآية فوق هذه في الوسط
هذه آخر آية، هذا مهم جدا. جيد يا شيخ أسعد؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب يلا تبقى أحد ما اختبر. أسجل حضور الاختبار ولا ما يحتاج؟ سجل سجل. لا لا سجل يا شيخ، الله يجزاك بالجنة. سجل استعمل. طيب تفضل يا الشيخ عبد الرحمن، من اللي عنده اختبار الآن؟ تبقى أحد؟ لا يوجد أحد الآن عنده اختبار. يلا إذا نبدأ بالتسميع، استعنا بالله. تفضل يا شيخ أحمد الشمري. شيخ أحمد الشمري، شيخ أحمد استعن بالله. شيخ أحمد يا شيخ أحمد، طيب يا شيخ أحمد، قال الشيخ أحمد ليس معنا. طيب تفضل يا الشيخ زياد المطيري، تفضل. شيخ هلا. موجود الشيخ أحمد؟ موجود موجود موجود. يلا طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وحسبك يا شيخ أحمد. نعم يا شيخ. يحرم السلام ورضى عليك. الشيخ حذيفة واصل مع الشيخ، بس عندي دقيقة وبرجع.
واصل مع الشيخ.